الدقائق صعبة والكل في انتظار لحظة الكشف عن النتائج. مين يا ترى النجم الأول اللي اختاروه لجنة التحكيم وأقنعهم أداء الليلة، واللي راح يكمل معانا مشوار المنكوس ويبقى معانا في المراحل القادمة؟ من هو النجم اللي راح يبقى معانا بقرار لجنة التحكيم؟ جمهورنا الكريم، من تتوقعون لجنة التحكيم اختارت الليلة يبقى معانا ويكمل رحلة المنكوس مع زملائه؟ الجمهور متحمس ولجنة التحكيم أعطت صوتها، وأكيد المتسابقين والنجوم على أعصابهم. مين يا ترى المتأهل الأول اللي اختاروه لجنة التحكيم؟ أول المتأهلين من أمسية الليلة بقرار لجنة التحكيم، ياسر حمد ياسر الجنيبي من الإمارات. ألف ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله في الخطوة القادمة بإذن الله.